بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الميتابل والإميتابل كولكشنز احنا أخدناهم، عايزين نبص نعمل عليهم كده ايه، نفرق ما بينهم ونشوف كل واحدة كانت بتعمل ايه وأنواعهم كده، نعمل كونكلوجن يعني ملخص كده للموضوع. الإميتابل كولكشن الكولكشنز اللي بتديني بس ان انا اقدر اريد، بس ريد اونلي فانكشناليتيز، برضه هما الليست والماب والست. بس لما نيجي بنستخدم الليست بالليست اوف او بالليست اوف معاها الجينريك احدد التايب، او الماب بالماب اوف، او الست بالست اوف، كل دول بالنسبه لنا بيجيبوا لنا ريد اونلي بس. دول بيسموهم الميتابل ايه كولكشن. الميتابل كولكشن بقى هم برضو هم نفس الموضوعات، الست والليست، الست والليست والماب. الليست اخذناها زمان بالاري ليست والاري ليست اوف لو فاكرين، ايام ما كنا بنتكلم على الاريز. والميتابل ليست اوف برضو دي الطريقه، دول الثلاث طرق بتوعنا، دول بيدونا طبعا ان انا ريد ورايت. وكذلك الماب ممكن اعرفها بالهاش ماب والهاش ماب اوف، دي ممكن تبص عليهم لان هم نفس الطريقه. والميتابل ماب اوف بنعرف بقى الماب. والست عرف برضو في هاش ست ماب، ست ست اوف، هاش ست اوف زي هاش ماب اوف. والميتابل ست اوف دول بيدوك بقى ريد ورايت على الليست وعلى الماب وعلى مين؟ على الست. خد بالك الاري ليست والاري ليست اوف بنعتبرهم ليست. طيب برضو شويه فانكشنز منتشرين فيهم كلهم زي الكونتينز، بديله الاليمنت ويقول لي هو موجود ولا مش موجود، ريتيرن ليا ترو ولا فولس. كونتينز اول بديله كوليكشن برضو ويقول لي الكوليكشن ده موجود كله كبارت من الكوليكشن الرئيسي ولا لا. جيت ببعت له الاندكس ويقول لي ابعت له مثلا رقم 3 ويجيب لي العنصر في رقم 3. في عندي برضو از امبتي ويرجع لي ترو او فولس، هي فاضيه ولا مليانه. وفي اتريتور تريتريف ليا اتريتور. وفي لاست اندكس اوف بتجيب لي الاندكس بس من ورا من الاخر، عشان لو في اكتر واحد متكرر بتجيب بقى ايه الترتيب بتاع اخر واحد. وفي الليست اتريتور بشكلين، بترجعك ليست اتريتور او ليست اتريتور بدايه من اندكس معين. وفي السب ليست بعت لها من اول هنا لغايه هنا تقطع لك وتبقى دي ليست جديده. دي شويه فانكشنز كده شايره بالكوتلين كولكشنز دول. القصد ان انا اعمل كونكلوجن كده قبل ما اخش على حاجه مهمه جدا، هي تعتبر نقله ما بين الكوليكشنز والفانكشنال بروجرامنج والاوبجكتيف بروجرامنج اللي هي السيكونس. نشوفها ان شاء الله مع بعض بعد ما نكون كده شفنا الخلاصه مع بعضنا بتاعه الايه الكوليكشنز.